واحد تيكون معلم ومحترف يعني في الخياطه، ولكن كيدير هذا التصرف اللي هو كتعتبر تصرف سيء، تصرف سيء، لانه ملي كنجي كنجلس فوق الماكينه كنشعلها وكنبدا خدام، ما كنخليش الموتور حتى يدوز ليه الضو ويدور فيه الضو ويسخن واحد شويه عاد كنبدا خدام. وهذا هو المشكل اللي وقع ليا في الماكينه. واحد البنت من البنات اللي تيخدموا ماشي كيتعلموا، انما اللي تيخدموا يعني راه معلمه كتخدم، ولكن هاد المعلومه هذه غير غائبه عليها، وبالتالي يعني كتجي كتركب فوق الماكينه، يعني مثلا تمشي انا ولا هذا كتركب فوق الماكينه تبدا خدام. واحد النهار حطوا فهاد الماكينه الموتور لا فيه الصوت، خرج منه الدخان، حبسات ملي جيت ورات المشكل، لقيت على ان السبب كيف قلت لكم هو انه كنجي كركب في الماكينه وكنكسري. لا غادي نجي نشعل الماكينه ونخليها دقيقه جوج دقائق ثلاث دقائق فين زربان. اذا هذا التصرف هذا نتمنى ان الاخوات خاصه الاخوات اللي باقيين يلاه تيتعلموا اللي بغات تشري ماكينه جديده، دائما 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 ملي تشعل الماكينه ديالك خليها حتى تسخن، يعني حتى يسخن الموتور حتى يضرب فيه الضوء عاد كسري. واخا تكون يلاه طفيتيها ونطي رجعتي ثاني بغيتي تشعل الماكينه ديالك بغيتي تخليها واحد شويه تسخن عاد كسري اللي خدام. بالنسبه للموتور ديالي غادي بما انه يعني خسر غادي نبدلو، وبغيت نصور معكم هذا يعني الطريقه كيفاش غنبدلو الموتور ديالنا وكيفاش كان يعني بغينا نركبوه ولا بغينا نبدلوه ولا بغينا نصلحوه الى اخره. فهنا عندنا جوج فيسات ممكن اننا نبداو بهم، هذاك الفيس اللي الفوق اللي كتشد فيه الكسيراتون، ومن الاحسن نبداو من هذاك الوسطاني يعني باش كتحيد الوسطاني باش كتفرق يعني هذوك الحديدات، كتهز الموتور الفوق تتبقى هذيك مع الكسيراتون. اذا هذا هو الاول كنحيدو هذا الكرو هذا باش نفصل الموتور على الماكينه، غتبعوا معايا المراحل بالترتيب. هنا كاينين ثلاثه الفيسات كبار فيهم الكروات، كاينين ثلاثه هذوك هما اللي شادين الموتور باش ما ينزلش لتحت، يعني هذوك هما اللي مزيرين الموتور. غنبدا نحلف هاد الكروات هادو، هاد الجوج هما الاولين، من بعد نعاود نرخي شي شويه الثالث، ولكن الثالث ما غنحيدوش كامل، هانتوما غتشوفوا كيفاش وعلاش. اذا هنا كنعاون بيدي الموتور يطلع الفوق باش نفك الكرو دغيا، يعني كنهز الموتور بيدي من التحت باش تنعاون الثقل ديال الموتور باش دغيا يدور الكرو، يعني تندور غير ملي كنفك واحد شويه كندورو غير بيدي باش دغيا كنفك كنحيد يعني الكرو. اذا هنا غادي نمشي باش نفتح اولا نرخي الكرو الثالث اللي في الفيس اللي الثالث هذاك ما كنحيدوش كامل. هنا كاين هذا الفيس هذا الكروات هادو راه ما عندهمش علاقه، هما ماشي هما اللي شادين الموتور باش ما ينزلش ولا، ولكن هادو عندهم علاقه بالموتور كيزيروه وكيرخيوه، يعني في حاله كانت الكروه مرخيه كنحاولوا نرخيو شي شويه الموتور ينزل شويه لتحت باش يجي قد الكروه، وفي حاله كانت الكروه يعني مزيره كنزيروا شويه داك الكرو باش يعني يجي مناسب مع الكروه. دابا فكيت شي شويه هذاك الفيس الثالث وغادي نعاود نجي نحيد هاد الفيسات هاد الجوج هادو نكملهم ونعاون بيديا باش نخرج الموتور، باش الموتور غادي غير نجرو لعندي. اذا هنا حيدت الكرو الاول غنحيد الثاني، دابا كيبقى الموتور مشدود بالكرو الثالث، هذاك غادي غير نجرو لعندي، غادي نحيد الفيسات، حيد الفيسات الكبار. عاد نبدا نجرو حتى نحيد دوك الفيسات، عاد نبدا نجر نحيدهم هما الاولين هادوك الفيسات نطلعهم هما الاولين، عاد ديك الساعة نجر الموتور اللي عندي وكيتنصل من بلاصتو نحطو فوق الماكينة. اذا بالنسبة لهاد الفيس هذا تيزير الموتور كيف قلت لكم باش يناسب الكروة، الا كان مرخي الا كانت الكروة مزيرة هذاك هو باش كنريكلوه. غادي نجي هنا قبل ما نحيد الموتور غنحيد الخيط اللي لاصق في الموتور، يعني الخيط ديال الضو
وهذا الخيط اللي علي من راه ديال البريز اللي علي صر هو اللي لاصق فيه الموتور في هذه البوطه هذه. انا غنوريكم كيفاش كنركبوا حتى ديك البوطه، راه سهله في التركاب وفي الفكان. إذن كنحيد الفيسال تاولي، حيد داك الخيط ديال لاماس، هو كاين البريز اللي تيكون فيه كاين اللي ما تيكونش فيه، حتى الخيط في الموتور يعني كاين اللي تيكون لاصق فيه كاين اللي ما تيكونش لاصق فيه على حسب الموتور. انا كنحيد هذيك الكوليه باش مشدود وتنجر الخيط، ودابا عاد غادي نحيد الموتور نصلو من الماكينه. دابا بعد ما بدلت الموتور درت واحد اخر هنا، هذوك الفيسات واخا شفتوني هبطتهم دابا، راه غير باش نوريكم كيفاش غادي ديروا يعني من بعد ما تحطوا الموتور. اذا بعد ما حطوا الموتور لاحظوا معايا ان الفيس الثالث ما حيدش ليه الكرو، ولاحظوا معايا ان كاين لوروندي عاد الكرو. اذا هكا غادي ندير الفيس الاخر، الفيسات الاخرين غادي نركب الروندي عاد الكرو بنفس الطريقه باش راكب هذاك الاول. اذا تنحط الروندي ومعاه الكرو عاد كنبدا نزير. هذا دابا تبان لكم في اللقطه. نركب الثاني، لاحظوا معاه كاين روندي عاد الكرو نفس الطريقه بالنسبه للفيس الثالث. دابا راه تشد ليا الموتور، يعني ممكن نخدم مرتاح لان الموتور تيكون ثقيل بطبيعه الحال. من الاحسن يكون جوج الناس يتعاونوا هنا. ملي كنركب الروندي الاول عاد كندير الكرو. اذا انا كنهز كنعاون الموتور باش انا نزير بيدي في الاول حتى يوصل فوق، عاد ديك الساعه كنكمل بالساروت اولا بالكلامونيت اولا باي حاجه باش كتفكو. نفس الطريقه بالنسبه للبيس الثالث. اذا غادي نكمل الزيار ديال الموتور، نزيرو مزيان بالساروت يعني نزيرو مزيان ما نخليش يتخلخط. كنعاود نرد هاد التوشيه هادي. بالنسبه للخيط غادي نعاود نركب الخيط ديال الموتور الجديد، يعني الموتور الثاني اللي درت هو ماشي جديد غير بدلته من الماكينه اخرى، ريت ما نصاوب هذاك الموتور، الماكينه الاخرى محطوطه ما كنخدمش عليها. اذا هنا لاحظوا ان هذا الخيط هذا ما فيهش داك الثالث ديال لاماس، ماشي مشكل. اذا كنركب الخيوط بعد كنزير هذيك التوجيه اللي كتشد الخيط باش ما يخرجش. اذا هنا غير نوريكم لان البواطه الاولى خاسره، غادي نوريكم في هذه اللي مزيانه كيفاش كنركبوا البواطه، يعني راه الطريقه باش كنركبوها هي باش كنفكوها. كنخشي هذيك السنه في هذيك ديك السنه ديال كنخشيها هي الاولى عاد كندور باش ندير الفيس في بلاصه في هذيك الثقبه. نفس الطريقة بالنسبة للهلان. هنا كنزكي هذاك الخيط ديال الموتور. ومن بعد كنشعل الماكينة ديالي كيما تلاحظوا. كنخليها واحد شوية حتى كيدور فيها الضو مزيان. عاد دابا غادي نبدا نكسيري على الماكينة ديالي. انتما كتشوفو الموتور الاخر قدام ركبناه ماضي. الموتور الاول هو هذا، وهذا